أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على دربه بإحسان يوم الدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ كيف أمسيتوا اليوم؟ إن شاء الله تمام. اليوم إن شاء الله اقتربت سفينة هذا المساق من الوصول إلى بر الأمان. اليوم عندنا آخر محاضرة وآخر شغلة إن شاء الله. ناقشنا في هذه المحاضرة التقارير عن اليوم الدراسي عن أنظمة المعلومات الائتمانية والمالية. حنأكد على موضوع كتير مهم اللي هو موضوع الساعة اللي هو الروبوت. كان مطلوب منكم تقرير عن مدن الروبوت في الصين. حكينا عن الروبوت أثناء الشرح وحكينا هو حصيلة الذكاء الاصطناعي اللي هو حاصل جمع عقل الإنسان والكمبيوتر. هذا شكل من أشكال الروبوت، واضح أنه هو حيكون شماله ضخم. طبعا الروبوت أصبح جزء من بعض المجتمعات زي اليابان زي الصين أمريكا، تعتمد عليه كتير. ماشي. حكينا ايضا قبل كده انه هذا زي ما انت شايفه، بدالك شفت علامه الصليب الاحمر، هذا الروبوت الطبي. في عمليات دقيقه جدا لا سمح الله في المخ او في القلب بيقوم فيها الروبوت، لانه ممكن ما يغلطش، الانسان ممكن يغلط. ماشي. عندنا النوع الثاني من انواع الروبوتات غير الروبوت الطبي اللي هو الروبوت العسكري، لابس لبس الجيش اللي انت عارفه. طبعا شكله مختلف عن الروبوت الطبي، يمكن هذاك يكون شويه سمح، عنده سماح، هذا مخيف، هذا عسكري. واضح. هذا الشكل اللي انت شايفاه فيه جميع الأسلحة، زي ما كنتوا زمان شوف برامج الأطفال كيف البطل بطلع أسلحة من يديه ومن كتافه، ونفس الشغلة هنا. ماشي. في جيوش كاملة منها. في عندنا هذا أيضا ضبوط ناعم وكويس، ضبوط رياضي زي الطبي، فريقين الأحمر والأزرق وبيلعبوا مع بعض وبتدربوا عادي. في عنا الروبوت الصناعي، هذا اللي شرحنا عنه، قلنا بيدخل المصانع وبصنع المراحل ايش الخطيرة. ايوة، هي بيكون بالشكل هذا، هذا ذراع، هيو بتعامل مع درجة حرارة مرتفعة جدا، هيو هنا كمان سيارات، هذا بصنع سيارات. زي ما انت ملاحظة فيش ولا انسان، فيش ولا انسان عادي. في عنا روبوتات مش كتير جديد ظهرت، يعني صار لها فترة، اللي هي روبوتات بدل ما تجيبي سيدة تشتغل في البيت، لا بتجيبي روبوت منزلي بتبرمجيه حسب ما انت عايز ايش الاعمال اللي يعملها وهو بيقوم ايش فيها. هذه كمان طوروها واصبح عندنا روبوت ممكن يعتني بالاطفال الصغار عندك في المنزل. لو اكرمك الله عندك كلب بسة بدك يعتني فيه، برضه بيعتني لك في البسة بتاعتك. هيو بيجلي هناك، برضه شكله ناعم مش زي تبع الجيش. هذا بكنس بالمكنسة الكهربائية، شايفة الطول، ما اخذ بالي من الطول انا. هذا بيطبق الملابس حسب ما بتبرمج، بيعمل انت عايزة مثلا يغسل يكوي كذا كذا، يعتني بالطفل بكتبوه ببرمجوه هو بيعملهم. ماشي. شي انت هيو بيعمل همبرجر، شايفة مبرمج انه جنبه واحد هو قاعد بيعمل همبرجر، قاعد بيسوي الشو اللي خرب الاكل. لا هو مبرمج بيطلع لك الاكل زي ما انت عايزه، انت اللي ممكن تخربي وتحرقي وابصريش، هو برمجه. هذا بغسل وبيعطيها الغسيل، حساها قاعده مع حدا، هي هاي سلت الغسيل بيطلع وبتطبق وبعطيها اياه. طب ما كان طبقت لحالها على السريع حسب برمجته انت. طبعا ممكن يعتني بالجنينه، بعض الناس بيعانوا من الوحدة ومش حابين يكون في حياتهم إنسان يطلعوا ينزلوا معاه، فبيجيبوا روبوت بيمسكوه من إيده، ممكن يلبسوه نظارات، بتمشي وياه في الشارع، بصديقة بتحكي معاه كأنه إنسان، هو ممكن يرد. ماشي. هي حرة يعني، بدهاش يكون إنسان. عندنا هذا كمان روبوت، هذا شكله، هذا روبوت للعب، هيو يساعد الإنسان في الأعمال المنزلية وكمان يساعده في اللعب، يقدم له يد العون. ماشي. هذا الروبوت بيمتاز عن اللي قبل شوي انه لو تعطلت الحنفيه هو بصلحها، لو تعطل مثلا البوتاجاز هو اللي بصلحه، هذا عنده برمجه زياده تصليح الايش الامور المنزليه. هذه مكنسه. ماشي. شايفه كيف شكلها بتختلف عن اللي عندنا، بتكوني انت قاعده هي بتضغط على الزر بتروح بتلف على زي المكوك الفضائي. ايوه، بتنظف المكان وبتضلها قاعده ساكته. ما هي مبرمجة يعني، مزودة موجودة، لقي موجودة مزودة بنظام نظامي التنظيف عفوا.
نفس الشيء هذه بس مخصصة لو كان في البيت الله يكرمكم قطة كلب الوباء تبعها ممكن يعمل مشكلة في الجهاز التنفسي للإنسان، وممكن المكنسة الكهربائية العادية ما تطلع الوباء من السجاد، فهذا بتطلعه هذا اللي عندهم كلاب يعني. ماشي. هذا إنسان آلي بيشبه السيارة، شايفة؟ هذا لا يتوقف عن العمل 24 ساعة بس بيكون في انترنت، يعني ممكن انت قاعدة في شغلك وكل شوية تطلعي على الواي فاي تبع البيت شوفي ايش بيسوي. 24 ساعة بضل ايش يشتغل. عنده 4 مكبرات صوت، وعنده استشعار، وعنده حس اللمس، هذا متقدم جدا على فكرة. ممكن يخبرك بحالة الطقس، ممكن يخبرك بأخبار رياضة لو مهتم بفريق معين يجيب لك أخباره. كمان ممكن يصورك، هو توقف يعمل حركات وهو يصورك. ماشي ممتاز. في كمان عندنا روبوت زي ما انت شايفة برعى المسنين، هيو هي روبوت بيقوم برعاية المسنين زي ما انت شايفة، قاعد بقيس له الضغط أو السكر، بجيب له أكل، بنظف عليه. هذا موجود في، ممكن الإنسان يجيبه عنده على البيت يهتم بكبير السن، أو ممكن يكون هو في دار المسنين. هذا الروبوت الصديق، طبعا هذا لو عندكم حتنشف ريقه انتو. جيب مية بجيب مية، جيب شاي بجيب شاي، روح اعمل نسكافيه، روح هات الشاحن بروح بجيبه. فانا حكيت لكم هذا انتو ايش مالكم حتخربوه في اول يوم. فضل واقف عنده زي القرصون لما يوقف عند المكان يستنى اذا حدا عايز حاجة، هو نفس الشيء. طبعا انت بتتحكمي بشكل الروبوت، عايزاه شكله ناعم سمبل حاجه حلوه، عايزاه شكله بخوف حسب ذوقك يعني. عندنا هذا الروبوت الكلب، ماشي، بدل ما تجيبي هذا روبوت كوري، هيو قاعده مع هذا. انت ممكن معزومه على حفله او بدك تروحي تتسوقي 10 ساعات بدك قاعدين مع الأطفال، ماشي. إذا هذا يستخدمه الآباء في مراقبة الأطفال، بتطلع الله يسهل عليك بس ما تناميش على فكرة في الطلعة، برضو الواحد ما يركنش 100% لأنه هذا بضل جهاز قاعد مع الطفل، ممكن ينبهه لو راح لحاجة خطرة يسليه وهكذا، بدل ما توديه على الوالدة وتجيبيه من عند الوالدة. هي ماشي. الآن في عندنا روبوت على شكل دب، هذا بيساعد الأشخاص من ذوي إيش؟ ذوي الإعاقة، واضح؟ بنقولهم من السرير للكرسي. ممكن هذا يساعدهم في أعباء المنزل في الرعاية الصحية، هيو. برضو شكله وسيم لأنه زي ما أنت شايفة الإنسان المريض هذا مشلول من غير شر، نفسيته بتكون تعبانة، فلما نجيب له الشكل هذا وحامل ورايح جاي فيه وبيعمله هو عايزه أكيد حيحس بالسعادة، حيكون فرحان. ماشي. هذا روبوت على شكل علماء، منهم أينشتاين. هذه موجودة كتير في اليابان الشغلة، إنه مثلا واحدة بتحب واحد لمؤاخذة ومات ومش هاين عليها، بتروح لهذه الشركة بتعملها نفس الشكل، وكتير هذه موجودة لكن طبعا من غير روح، هو جهاز بس احنا ملبسينه، ماشي. بتحكي معاه بتتصور معاه، خلص هي مش مقتنعة انه غادر، فهيو قدامها موجودة. نعم. مين؟ ما هو ماشي، ما هو بيجيب لك اياه نفس الطول، انت بتعطيه مواصفات الشخص اللي انت عايزاه يضل معاكي هو بيسوي لك اياه. ممكن كمان تاخديه من ايده وتطلع انت وياه تتمشوا، بعيشوهم انه هو موجود مش ميت. في كمان عندنا هنا شطرنج، عندنا روبوت لالعاب الشطرنج، هذه كثير صعبه، ماشي. هي بيلعب شطرنج قاعد مشخص. بتكوني انت الفريق وهو الفريق الثاني، هاي الايد روبوت وبيشتغل عادي. هذا انتم حزينه على فكره الكم الاولاد. الروبوت التعليمي هذا قاعد بيشرح، يعني بدل انا بجيب روبوت بدالي بيشبهني ويقعد يشرح وانا خلص مش هنا، ماشي. شوفي كل هذا كاتبه ما شاء الله، حتى شكله استاذ يعني.
هذا طالب على فكرة، هاي اللي انتو سألتوا عنه. شكله بغش. ماشي، هذا ضبوط في المطعم بجيب الاكل والشرب اذا حابين تاكلوا. هاي سلطة. ملبسينه زي ما تو حكينا، انت لابسين اللي انت عايزاه. هاي هذا روبوت انسان آلي، هذول وهذا كمان شايفه. والله فكرت من هذا مكتوب عنه روبوت تزوج الروبوت هذا. انا بحكي لك، هو بكون بحب واحد بموت، بروح بعمل له روبوت زيه بالضبط، بعيش معاه كانه موجود. بس الموضوع هذا بدل انه في مشكله نفسيه، لانه هو خاص مات. هاي هذا عمره 31 سنه متجوز واحدة روبوتة. هاي ما شاء الله شيء. هذا انسان آلي وهذا هو البني ادم، هذا اللي ربنا معطيه مخ. هو هذا مرض على فكره، انه انت تتعاملي تمشي حافيه. هي ماشي. كوكو مرحبا. مرحبا سكاي نيوز في مدينه الاتصالات الذكيه. تكلم عربي. في حياه المستقبل فرحانين عليها. كوكو شو افضل لون عندك؟ اني احب اللون الاخضر طبعا. ولماذا تحبين اللون الاخضر؟ لانه لون الاتصالات. كوكو من أين أتيتي؟ أنا أتيت من طوكيو اليابان. وكيف جئت من طوكيو؟ جئت عبر الطائرة في صندوق خشبي. كوكو هل أحببت الإمارات؟ هي هذه تابتة. نعم أحببت الإمارات كثيرا. وماذا أحببت أكثر في الإمارات؟ أعجبتني عدة أشياء. حركة تمها مش إنسان عادي واضح. لا ما هي بتخزن السؤال بعدين بتعطيك الإجابة. مش إنسان اللي عنده عريس. مشاهدينا سوف نأخذ بعض الأسئلة من الجمهور المتواجد معنا. قديش تعطوها في السن؟ 25. هذول مصريين. هل لديك إجابة كوكو؟ نعم تقع الأهرامات في مصر. هذه إجابة. إلها بطاقة ونعمة ربنا. كوكو سؤال، متى تأسست شركة اتصالات؟ والله ما خطرت. لا أعلم الإجابة. والله مش طبعا. مستعين بأسئلة من الجمهور، حدا حابب يسأل كوكو سؤال؟ الشعر باروكة وشغلات هادية يعني تجميل. هاي سألنا السؤال قديش عمره، طبعا هذا السؤال لا يسأل للمرأة. على أساس إنها مرأة. كوكو شو الخدمات اللي ممكن تؤديها؟ شو هي وظيفتك أنت؟ أنا موظفة استقبال في اليابان. ما أكثر ما تحبينه في اليابان؟ أكثر ما تحبين في اليابان، أفضل شيء في اليابان، هل هو التكنولوجيا؟ التكنولوجيا طبعاً، والمايكروتشيبس أيضاً. طيب سنسأل كوكو ماذا تأكل؟ ما هو طعامك المفضل كوكو؟ طعامي المفضل هو المايكروتشيبس. شيبسي. شيبسي شيبسي. سألنا كوكو إذا كانت متزوجة، طبعاً كوكو مش مرتبطة. واضح هذول خطاب. سألوا نفس السؤال. خلاص يا جماعة هلكتوها أسئلة. فشلت في إجابة بعض الأسئلة لكنها كانت مثيرة لإعجاب إيش؟ لكن في ناس زيكم شاكين إنه في حدا قاعد بجاوب. ماشي. ماشي أنت هذا
عريس وعروسه بالقصص له مع الضبط. تو شرحنا عنه. هاي نشوف محلاهم بعض ازياء. واضح؟ تو شرحنا. شوفي قدي كيف محلا. ممتاز. شكرا يا رنين على هذا التقرير. في نهاية إن شاء الله هذه اللقاءات بتمنى جميعكم يصل بر الأمان. بتمنى لكم التوفيق. إن أصبت فمن الله ومن أخطأت فمن نفسي. أي طالبة زعلت مني لأي سبب بكون غير مقصود بشكل عفوي. فأتمنى الجميع يسامحني وأنا مسامحاكم. وأتمنى الجميع ينجح في المادة إن شاء الله. أي سؤال أو استفسار؟ أي سؤال أو استفسار؟ يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير.